الفيديو ده هتعرف تطلع عضلات البطن والسيكس باكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أشرف محمد وفيديو جديد. أهلا بكم. فيديو النهاردة هيكون عن عضلات البطن السيكس باكس. عضلات البطن طبعا من أهم عضلات الجسم، وهي اللي بتبين إن الراجل ده فورمة ولا مش فورمة. انت لو كنت رفيع جدا بس عندك عضلات بطن، الناس كلها بتقول عليك فورمة. عضلات الكور وعضلات البطن عضلات مساعدة في تمارين كتير زي السكوات والبلانك ومعظم تمارين القوة. طب امتى عضلات البطن بتظهر؟ عضلات البطن بتظهر لما يبقى عندك نسبة الدهون قليلة، كده كده اوريدي يعني عضلات البطن عندك، سواء انت بتلعب رياضة او ما بتلعبش رياضة، بس الرياضة بتكبر العضلة. يعني الناس اللي بتلعب رياضة بتبقى عندهم عضلات البطن كبيرة شوية، فبتظهر بشكل أنيق وكويس. طب ازاي عضلات البطن بتطلع في المطبخ؟ في عدة عوامل عشان عضلات البطن عندك تظهر. أول عامل معانا هو الدايت الكويس. الدايت الكويس هو دايت محسوب السعرات، يوجد به كل العناصر الغذائية والفيتامين، بيندرج تحته شرب المية والنوم الكويس وعملية الاستشفاء الكويسة واخذ كمية كافية من البروتين. ده كله بيشمل في الدايت كويس، يعني انك تحسب سعراتك، تعمل دايت لنفسك كويس، او تمشي مع كابتن او دكتور فاهم ويكون حاطط لك نظام غذائي متكامل فيه كربوهيدرات، فيه بروتين، فيه دهون صحية، فيه سلطة، فيه فيتامين، يبقى النظام كله متكامل. هو ده الدايت كويس اللي هتوصل بيه لان عضلات بطنك تظهر. بعد ما احنا قلنا الدايت كويس، نيجي النمرة 2 وهو التمرين الكويس. زي ما قلنا ان التغذية والعجز في السعرات عشان نسبة الدهون عندك تقل، فبالتالي يبقى عندك سيكس باكس او عضلات بطن. فبرضو التمارين مهمة جدا لان عضلات البطن تبقى كبيرة وتظهر بمظهر احسن وبسرعة. التمارين الرياضية هي عبارة عن انك بتكبر العضلة او بتخلي العضلة عندها قوة تحمل او بتخلي العضلة عندها قوة عضلية، فهي لضخامة لقوة عضلية لا تحمل. فاحنا بنرتكز بقى او بندعم عضلات البطن بالضخامة العضلية. التمارين مش معنى انك عايز تطلع عضلات بطن انك تتمرن كل يوم بطن، وبعد اي تمرين في الجيم انك تروح تتمرن بطن. ما ينفعش خالص انك تتمرن بطن كل يوم، مش هتلاقي اي نتائج، عضلات البطن بتاعتك مش هتكبر، مش هيطلع لك سيكس باكس. اي عضله في جسمك محتاجه ريكفري، عمليه استشفاء. عمليه الاستشفاء دي هي اللي بتخلي العضله تكبر. الالياف العضليه اللي اتمزقت وانت بتتمرن بتتكون تاني من الخلايا بتاعت البروتين الاحماض الامينيه، عضلاتك بتكبر تاني، والالياف اللي اتمزقت اثناء التمرين جسمك بيعيد بناء تصليحها من تاني. فكل ما كان عمليه الاستشفاء والنوم كويسه هضمنك انك يبقى عندك سيكس باكس او عضله كبيره، سواء بقى باي، تراي، بنش. بتمرن ازاي البطن؟ احسن طريقه انك تتمرن البطن انك تمرنها يوم وتريحها اليوم التاني، او تمرنها يومين في الاسبوع، لان كده كده عضلة البطن بتتمرن او بتكون عضلة مساعدة معاك في جميع التمارين. زي ما احنا قلنا سكوات، بلانك، معظم التمارين بتاعت القوة. فلازم تخلي عضلة البطن يحصل لها استشفاء عشان تكبر معاك وتظهر معاك احسن وافضل. تالت حاجة معانا هي انك تصغر وجباتك. صغر وجباتك وكل من 3 لـ5 وجبات في اليوم. ايوه زي ما انا بقول لك، 3 لـ5 وجبات في اليوم. لو الماكروز بتاعك عشان تقل 2000 كالوري مثلا، خليهم مثلا 500 500 500 500، 4 وجبات في اليوم. حاول تقلل كميات الاكل اللي انت بتاكلها عشان عملية الحرق بتاعتك تزيد وعملية الهضم تبقى بصورة كويسة، فما يحصلكش مشاكل في الجهاز الهضمي، وده يأثر عليك ويأثر على بطنك، وبطنك تبقى فيها نسبة انتفاخ. فانك تصغر وجباتك هيبقى عامل كويس جدا في ان عضلات البطن برضو تظهر اسرع وبصورة كويسة.
ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس وتدوني لايك جامد. اي سؤال اي استفسار اسألوه تحت في كومنت، بإذن الله هنرد عليكم. كان معكم كابتن أشرف محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.